مدينة جميلة، وأنا مش أول مرة عندكم، إحنا جينا طبعا قبل كده هنا، ودايما لما بنيجي على شرم الشيخ بنيجي على مدينة هوليود وبنستمتع وبنقضي وقت جميل معاكم. المكان الحقيقة جميل ورائع، وشرم الشيخ كلها بلد جميلة ورائعة. يعني بندعو الناس كلها نقول لهم تعالوا شرفونا في شرم الشيخ، بلدنا أمن وأمان، وكل ركن فيها فيه جمال وليها طعم خاص جدا. وشرم الشيخ فعلا ليها شرم وجاذبية خاصة جدا جدا، فأتمنى أن السياحة تعود بقوة، وإحنا هنبقى دايما موجودين مع شرم الشيخ أكيد. ودايما هنيجي على هوليود بإذن الله، أكيد إن شاء الله. ندعمكم وندعم السياحة ونسعد ببلدنا الجميلة، لأن بلدنا فيها استمتاع كبير جدا ومن أجمل بلاد الدنيا.